السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروجة العقارية. اليوم بإذن الله تعالى عرضنا راح يكون أو راح تكون في منطقة بيليتلي اللي هي مقابل مطار مدينة طرابزون. طبعا المجمع اللي راح نصور لكم إياه عبارة عن 5 عماير تصير فيها 6 أدوار، كل بناية فيها 6 أدوار. الشقة اللي راح نعرضها لكم في الطابق الرابع بإطلالة أمامية جميلة على الطبيعة والبحر. طبعا راح نتكلم في البداية عن الموقع. موقع الشقة في منطقة بيليتلي. بيليتلي معروفة انها قريبة على المطار على بعد 5 دقائق فقط، بالاضافة انه نبعد عن مول الفورم تقريبا 8 دقائق، وايضا بالنسبة للخدمات القريبة من المجمع عندنا السوبر ماركت على بعد 5 دقائق تقريبا مشيا على الاقدام، بالاضافة الى مسجد بيليتلي الضخم والمعروف على بعد 5 دقائق مشيا على الاقدام. طبعا الخدمات اللي موجودة داخل المجمع عندنا بوابة إلكترونية، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة، بالإضافة إنه عندنا يعني جلسات عائلية وألعاب أطفال، أيضا موقف سيارات مغلقة، موقف لكل شقة. وما ننسى إنه في إطلالة جميلة جدا للشقق، ما شاء الله تبارك الله إطلالاتهم صايرة على الطبيعة، وأيضا في نفس الوقت إطلالة جميلة جدا على البحر. الشقة اللي راح نصورها لكم تجمع بين إطلالة الطبيعة والبحر، وأيضا في ميزة مهمة جدا في الموقع وهو وجود الغاز الطبيعي. طبعا الغاز الطبيعي مهم جدا لتدفئة الشقة وتسخين الماء، وأيضا يستخدم في غاز الطبخ، فبالتالي المنطقة مميزة والشقة مميزة والخدمات قريبة من الموقع. احنا الآن في مواقف السيارات أو الممر، مثل ما انتم شايفين إطلالة البحر واضحة بشكل جميل جدا، وأيضا في إطلالة جزئية على الطبيعة. تفضلوا معنا نشوف الشقة معكم بالتفصيل. طبعا هذه هي البنايات الخمس، احنا راح نكون في البلوك سي في الطابق الرابع. تفضلوا معنا. وصلنا الآن إلى مدخل الشقة. طبعا الطابق الرابع مثل ما ذكرنا لكم مساحة الشقة 155 متر مربع. طبعا أول شيء هنا عندنا الانتركوم، فيها نظام الكاميرا في حال إذا جاكم ضيف ولا شيء تقدروا تشوفوا الكاميرا، وبعدها تفتحوا الباب اللي هو باب العمارة السفلي. هنا عندنا عداد الشقة الرئيسية للكهرباء، وأيضا ما ننسى أن الشقة فيها الغاز الطبيعي واصل وممدد لها إلى المطبخ والبلكونة. المساحة اللي أنا واقف فيها طبعا تقدروا تشوفوها الآن، هاي المنطقة تقدروا تعملوا فيها دولاب سواء تفصيل أو من الجاهز، ماخذة مساحة جيدة جدا، يعني تقريبا امتداد 2 متر. المنطقة هذه جميلة تقدروا تستخدموها بطريقة حلوة ومرتبة. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة. الصالة ما شاء الله تبارك الله تقريبا المساحة فيها ما يقارب 30 متر مربع، يعني تقريبا 5 × 6 أو ممكن أصغر شوي. الواجهة الأمامية فيها جام ما شاء الله تبارك الله من الأرض إلى السقف، ارتفاع جيد، وتقدروا تشوفوا معايا أنه فيها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة والبحر. طبعا مقابلنا مباشرة نشوف البحر، وأيضا نشوف إطلالة المدرج تبع المطار، إطلالة كاملة على البحر وإطلالة جيدة على الطبيعة. تعالوا معنا نطلع للبلكونة ونشوفها معاكم. طبعا مساحة البلكونة أيضا جيدة، تقريبا 3 × 2.5 أو 3 × 3 تقريبا على شكل مربع. تفضلوا شوفوا معايا الإطلالة بشكل أوضح من البلكونة. طبعا عندنا طبيعة وعندنا أيضا إطلالة البحر، وفي شارع رئيسي تحت المجمع يخدم المنطقة بالكامل. مجمع مرتب في منطقة هادية، عندنا جلسات عائلية، خدمات مميزة. طبعا أهم ميزة موجودة في الشقة اللي هو الغاز الطبيعي. طبعا هنا راح يتركب جهاز الغاز الطبيعي، وممكن البلكونة تسكروها بجام بحيث انكم تستخدموها مثل غرفة في الشتاء وفي الصيف، في مجال انكم تفتحوها بالكامل. وهذه البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. راح نروح للمطبخ حتى نشرحها لكم بالتفصيل. هنا ما شاء الله تبارك الله عندي الدواليب جاهزة، الجودة فيها جيدة جدا، والألوان ما شاء الله تبارك الله متناسقة. تمديد الغاز الطبيعي أيضا واصل، الأرضيات فيها باركيه، وأيضا عندنا جهاز
التدفئة موجودة في جميع الغرف والمطبخ أيضا. تفضلوا معنا. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي الأبواب تبع الغرف أو المطبخ والصالة، الجودة فيها جيدة والنوعية ممتازة. نطلع للممر. طبعا الممر بشكل طولي بحيث انكم تقدروا تشوفوا أبواب الغرف جميعها. عندنا ثلاثة دورات في الشقة. هاي دورة المياه الأولى، نظام الأرضي، في حال الرغبة انكم تحولوها للنظام الأفرنجي أيضا هذه طريقة سهلة ويمكن عملها. وعندنا هنا الغرفة رقم واحد، غرفة جيدة، مساحة جيدة، طبعا نقدر نحط فيها سرير ودولاب وأيضا كومودينا بكل أريحية. منها راح نتوجه للغرفة الثانية. هذه الغرفة طبعا المساحة فيها أصغر شوي، أيضا نقدر نحط فيها سرير بالإضافة إلى دولاب، وفيها بلكونة خاصة. طبعا هذه البلكونة عرضها ما يقارب تقريبا 80 سنتي في طول تقريبا 3 أمتار، يعني تستخدم كمستودع أو مخزن، وممكن تغطونها بزجاج بالكامل. هنا عندنا دورة المياه رقم 2، تقدروا تشوفوها بالتفصيل. عندنا مكان غسالة الملابس، وأيضا عندنا المغسلة بالإضافة إلى المروش، وأيضا عندنا الكلوزيت. دورة مياه متكاملة تخدم الغرف الخارجية أو الغرف الاثنين اللي شفناها معاكم. ومنها راح نتوجه لغرفة النوم الرئيسية. طبعا غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها شرحة جدا. هنا عندنا مكان السرير، المنطقة اللي مقابلها نقدر نحط مثلا دولاب بكل أريحية، وتبقى عندنا مساحة كبيرة. أيضا نظام التدفئة موجودة فيها، وطبعا لها دورة مياه خاصة فيها تقدروا تشوفوها متكاملة، فيها المروش بالإضافة إلى الكلوزيت، وأيضا المغسلة. والمساحة بالنسبة لدورة مياه داخل غرفة نوم رئيسية تعتبر ممتازة جدا. طبعا كذا شرحنا لكم بالتفصيل الشقة هذه اللي تقع في منطقة فيليتلي في الطابق الرابع، واصل لها الغاز الطبيعي وبإطلالة جميلة على البحر والطبيعة. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأيضا المعلومات والتفاصيل دائما تجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.